بلوزة بسيطة خالص، كل اللي هنعوزه متر وربع أو متر ونص من القماش، وهنعمل بلوزة في منتهى الشياكة بخطوات بسيطة خالص هنعملها مع بعض. أهلا بيكم في قناتي دودي فاشن، وهنبتدي النهاردة مع عمل بلوزة في منتهى البساطة خطوة خطوة مع بعض. يلا بينا نجهز الخطوات بتاعتنا، نطبق القماش ونبتدي نشتغل خطوة خطوة مع بعض. يلا بينا. كده طبقنا القماش حبايبي على اثنين، هنقص الاول الامامي وبعدين هنقص الخلف. الامامي انا عايزه يبقى فيه الورش من قدام، هاخده وهاخد مسافه حوالي 5 سم، هخليها علشان خاطر الكسرتين اللي هيبقوا في البلوزه من قدام هيبقى فيهم الخياطه دي ماسكه معايا الزياده. تمام، هعمل كسره من هنا وكسره من هنا، او بنده من هنا وبنده من هنا عشان خاطر تديني الشكل بتاع الموديل اللي احنا هنعمله مع بعض. همسك المقاس بتاعي كده بدبابيس، وهبتدي اخد المقاسات العاديه جدا. تمام، انا عندي هنا خياطه هتبقى هنا في النص كده اهو كده، فانا هتعامل من اول الخط ده هتعامل مع مقاسات البلوزه العاديه بتاعتي. اول حاجه هعملها هنزل 8 في 8 كده، 8 في 8 كده، احنا قلنا الجزء ده بره، والكتف عندي 19 سم. وهنزل النزول بتاع 3 سم، دوران الباط عندي 22، الصدر عندي 102، هشتغل على 25.5، هشتغل على 28 كده، البطن عندي 90، هشتغل على هنخليها 26 عشان يديني التكسيم شوية للبلوزة، وانا لو حابة اعمل تكسيم بعد كده هعمل ده عادي جدا. طبعا انت بتخلي زيادة او براحة عندك في القماش فبيزود معاك اللي انت عايزة. الهانش عندي 108، هشتغل على 28 او 29 سم كده. طول البلوزة الكلي 67 اهو كده. ادي البلوزة عندي اترسمت، ابتدي افرغ ده. كده عملنا الامامي، هبتدي اعمل الخلفي ونطبق القماش ونرجع لبعض الطرف. كده طبقنا القماش لناخد الخلفي. اخلي بالي ان انا الجزء ده عندي الزياده اللي انا عاملاها في الامامي كده، والخلف هيبقى مجوز، الخلف هيبقى مجوز عندي اهو. وابتدي اخد نسخه زيه كده. كده عملنا الامامي والخلفي، فاضل عندي الكم. اطبق الكم وهقول لك فكره ظريفه كمان للكم، الكسرات هنعملها في البلوزه النهارده. كده هطبق القماش عشان اطلع الكم. طبعا انا مش برمي اي حاجه بتطلع من عندي. عرض الكم عندي هنا 22 سم، عرض الباط اللي احنا طلعناه دوران الباط اهو 22 سم، يبقى انا هشتغل على المفاتيل ده. طول الكم عندي 20 سم هنا، يبقى ده اللي انا هشتغل عليه الدوران الباط عندي اهو كده. وهبتدي اخد طب ايه المسافه دي مدام ودات، هقول لك المسافه دي ايه هنسيبها ليه اهو كده. والنص عندي اهو تمام. ادي كده رسمنا دوران الكم عادي جدا مش اي حاجه اهو. المسافه اللي احنا سايبينها دي، اولا اهو الدوران بتاع الباط عندي من فوق، دوران الكم عندي من فوق. المسافه اللي عندي فوق دي هي الكسرات اللي انا هطلع بيها. هطلع من النص عندي، المسافه بتاعه النص هطلع بيها فوق كده، والدوران ده هو رحله هنا اهو. يبقى عندي المسافات دي هي اللي هتطلع عندي الكسرات اللي انا هعملها. تمام، ابتدي افرغ الكم عندي اهو بمنتهى البساطه مش اي حاجه اهو.
ادي اهو كده، وهنا الكسرات اللي هي هتبقى معايا تديني البف بتاع الكسرات. ادي الكم عندي اتعمل بمنتهى البساطة. هنقعد على المكنة ونجمع كل ده ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا. كده حبايبي قعدنا على المكنة، هنبتدي نجمع البلوزة بتاعتنا بمنتهى البساطة. اول حاجة عندي كده همسك ده بدبابيس اهو، انا بتني لجوه بنفس الطريقة اهو، فش اي حاجة. فكرة البلوزة بسيطة جدا، كل الفكرة بتاعتنا في الكسرات اللي قدام او البنطة اللي قدام اهو. تمام. وهاجي هخيط اهو كده، ادي العدلة وادي العدلة اهو. انا التانيات اللي انا عاملاهم اهم من جوه، تمام، بعملهم عريضة شوية عشان تساعدني في الخياطة بمنتهى البساطة، مفيش اي حاجة. تمام كده. وهجيب من اول اهو، احنا هنا هنفك الجزء ده لما نعمل نفتح الرقبة، بس انا دلوقتي هسيبه هخيطه عادي خالص كده. هظبط البندتين مع بعض قد بعض بالظبط، المهم كده. وهبتدي الاثنين على بعض وهبتدي ادي يا ست الكل فكرة البلوزة بتاعتنا اهو. ادي الفكره كلها. هفتح هنا عشان الدوره بتاع الرقبه، عشان اركب الجزاف او الشريط اللي هعمل بيه اشطب بيه، وهبتدي اعمل ده. تمام اهو، اشيل كل الدبابيس اللي انا حطاها وابتدي اقفل البلوزة بتاعتي. طبعا ممكن ناخد ده مكوى كمان يساعدك اكتر. تمام، انا بس مش عايزة اطول الفيديو عليكي اهو كده. هبتدي اقفل البلوزة بتاعتي بمنتهى البساطة عادي جدا. العدلة على العدلة وابتدي اقفل البلوزة. كده وهجيب الكم بتاعي قبل ما اقفل البلوزة عندي، وقبل ما اعمل الجزاف بتاع الدوران بتاع الرقبة اهو، هجيب الكم عندي. احنا عاملين الكم كسرات، هخلي بالي في الحتة دي. انا هركب على المفتوح وبعد كده هقفل البلوزة بتاعتي اهو. ادي نص الكم عندي، ادي النص عندي، ده لازم النص عندي يبقى على خط الكتف. كده هعمل اول كسرتين من هنا كده، وبعد كده الكسرة التانية هنا، وامسك كل حاجة. امسكي بدبابيس هتبقى الحكاية سهلة اهو. وهنا
معلش مرات بيبقى فيه كده دبابيس بتعترس معانا، السن بتاعها بايظ بنرميه على طول، او بنشتغله لما نكون بنعمل باترون بورق بنحط الدبابيس اللي هي سنها بايظ دي معانا في الباترون، عشان خاطر خلاص انا مش هستعملها تاني اهو. وادي الكسرة التالتة صدقوني مش مقصودة ولا حاجة، بس هي الدبابيس مش عارفة زعلانة ليه يعني اهو. وكده ابتدي اركب الكم بتاعي. ادي الكم عندي والكسرات بتاعته ادي اهو. هبتدي هقفل الكم التاني بنفس الطريقة ونقفل البلوزة بتاعتنا ونعمل الجزاف بتاع الرقبة. نمشي خطوة خطوة مع بعض، يلا بينا. كده هناخد الكم التاني كده عملنا الكم التاني. هنبتدي نقفل البلوزة بتاعتنا بمنتهى البساطة. كده هنقفل البلوزة بتاعتنا، نحط اول الكم على اول الكم هنا وتحت الباط مع تحت الباط. خلي بالي جزء السماح اللي انا سايباه. ادي ناحية والناحية التانية، وادي الكم من الناحية التانية بنفس الطريقة اهو. بداية الكم مع بعض وتحت الباط مع بعض، والسماح او الجزء اللي انا سايباه زيادة عندي برا الخياطة خالص. وادي البلوزة بتاعتنا اتعملت بطريقة سهلة جدا اهو. هفتح جزء هنا كده وهبتدي اخد شريط، هبتدي اخد شريط جزاف يلف على الرقبة عندي، الحوض بتاع الرقبة الامامي والخلفي وده. وبعد كده هنبتدي ناخد شريط عرضه 2 سنتي والف بيه الرقبة عندي. هنعمل الشريط بسرعة مع بعض ونشوف هنقفل البلوزة ازاي بمنتهى البساطة. كده باخد الشريط وابتدي اخد الدوران بتاع الرقبة عندي. افضل ان انا ارد الشريط من بره علشان يبقى مظبوط معايا وشكله اظرف وافضل من ان انا اخليه من جوه والرد بره. فالرد من جوه عشان خاطر الخياطه تبقى مظبوطه معايا. تمام كده هظبط خياطتي اهو من الناحيتين، الجزء اللي احنا فكناه. طبعا البنده بتاعتنا دي هتترد كده اهو، وابتدي اخد الشريط بتاعي. كده خلصنا الجزاف بتاعنا. كده هنيجي كده وهنرد ده. هناخد ده سراجة بالإبرة وبعد كده هناخده بالمكنة. هناخد ده سراجة بسرعة كده ونرجع لبعض بسرعة. كده عملنا الشريط بتاعنا وادي شكل البلوزة بتاعتنا بالمنظر الجميل ده، وادي الكم الكسرات. وبلوزة سهلة جدا اتعملت في اقل من ربع ساعة،
ممكن تعملي حاجة مميزة وحاجة جميلة جدا. وبلوزات الصيف بتبقى بسيطة وطريقتها سهلة. أتمنى تكون الفكرة وصلت لك والفكرة بسيطة لحضرتك، وأتمنى من حضرتك لايك وشير على الفيديو. وشكرا لكل حد انتسب للقناة وشجعني، وأتمنى دايما أكون عند حسن ظنكم بإذن الله. ومن فضلكم اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس. عندنا حاجات كتيرة خاصة الصيفي، وهننزل مجموعة كبيرة من الأطفال الصيفي برضو بإذن الله على القناة. أتمنى اشتراك حضرتك وفعل الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد. انتظري معانا حاجات كتيرة جديدة وبإذن الله مفيدة لحضرتك. شكرا لحضراتكم ونورتوني.